السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو هذا جبت لكم برودوي ديال ديرماسوتيك كما كتشوفوا ادفانسد كلينسر. بالنسبة لهذا الجيل هذا فيه 4 ديال الامتيازات، انه مرطب يعني كرطب لنا البشرة، فهو لجميع انواع البشرة سواء جافة دهنية مختلطة او حساسة. فيه اوريا وفيه الجليسيرين كما كتشوفوا كيرطبوا لنا البشرة ديالنا. فيه مادة الزنك اللي كتمع يعني اللي كتقوم بإفراز الدهون، وكذلك في الأكسيليتول. الأكسيليتول هو واحد المادة الناس اللي عندهم يعني بشرة حساسة أو متهيجة فمزيان ليهم هذا الأكسيليتول. بالنسبة لهذا الأدفانسد كلينسر فهو يعني جيل أو غسول رغوي كما كتشوفوا يعني في الفيديو. حركنا شويه حيت في يعني جيل رغوي يدير رغوة. فهو متوفر في جميع البارافارماسي، جميع الصيدليات، لا ديغماسوتيك لابواتوار. كما كتشوف الفوليوم ديالو فيه 150 ملي، ما فيهش يعني البارابين، ما فيهش الكول، ما فيهش دوك المواد ديال التجميل. وكذلك حتى الناس اللي كيديروا ميك اب، اللي كيديروا يعني الماكياج، فهو كذلك يقوم ب يعني تنقية ديال البشرة العميقة، يعني خو البشرة ديالك يعني دوك الماكياج يعني كيحيدهم. والله الميك اب كما كتشوفوا فهو مستحضر يعني كيقوم كذلك بإزالة ديك يعني الدهون الزائدة. فهو استعمال يومي صباحا ومساء. كذلك هو لافونتاج فيه لجميع انواع البشرات. هذا مكان هو يعني منتوج ديال برا كما كتشوفوا كدير راوي روا. هذا مكان فهو ميد ان فرانس كما كتشوفوا، منتوج فرنسي. هذا مكان اللي يدير ماسوتيك هي عندها واحد لاغام اللي هي زوينه بزاف، لو برودوير ديالهم زوينين، كيعطيو واحد النتيجه، واحد الفعاليه اللي صراحه الكليان كيفرح. هذا مكان وتبارك الله عليكم.